ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة فيها حاجة حلوة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير واتم صحة وحال ومبسوطين معانا في قناتنا المميزة ليكم وبيكم، ودايما يا رب بيكم وليكم ان شاء الله في الخير. قناة فيها حاجة حلوة مع نور. دلوقتي زي ما انتم شايفين انا عندي محل جليتر. محل جليتر انا صورت اصلا فيه قبل كده، لو انتوا فاكرين، وعلى طول بصور فيه بصراحة على فترات متباعدة. محل جليتر انا كنت بصور في فرع طبعا سيتي ستارز، طبعا سيتي ستارز، تمام. فرع سيتي ستار هتلاقوه يا جماعة، هو هيبقى في الدور الاول عند بوابة 6، هيبقى في الدور الاول عند بوابة 6 جنب ديجافو، جنب ديجافو على طول، تمام. زي ما انتوا شايفين هو محل جليتر معروف اللي هو على طول بيعمل سيلات وعروض تحفة جدا طول السنة، مش بس في اخر السيزون. كان في زحمة جدا جدا جدا، عايزة اقول لكم اللي انا وقفت الناس عشان خاطر اعرف اصور، عشان محدش يطلع في التصوير ويوقف لي الفيديو بعد كده، تمام. فكنت بصور يعني باعجوبة عشان اعرف اجيب لكم العرض الممتاز بتاعهم ده، لان حاجة جليتر ممتازة جدا ومعروفة، وهم ليهم طبعا فروع في جميع انحاء جمهورية مصر العربية، تمام. عندهم بيع اونلاين متوفر، وعندهم البيع بسعر الجملة اللي هو سعر القطاعي، يعني سعر القطاعي هو نفسه سعر الجملة بتاعهم، تمام. انا طبعا عشان خاطر اقول لكم بس الاسعار، عشان انا عامله كتم للصوت لان ما كنتش هناك عارفه خالص اتكلم مع حد، كان زحمه جدا وكلهم مع الناس فمعرفتش. فاللي انا هقدر اقوله يعني هقوله دلوقتي الاسعار، ركزوا بقى في الاسعار اللي انا هقولها. السليبر بيبدا من 100 جنيه لحد 220 جنيه. السليبر اللي هي الشباشب يا جماعه، اللي هي دي اسمها سليبر، بتبدا من 100 جنيه لحد 220 جنيه. الشوزات بتبدأ من 150 جنيه لحد 225 جنيه أي شوز، تمام. الشنط بتبدأ من 100 جنيه لحد 250 جنيه. الاسكارفات بتبدأ من 125 لحد 225. المحافظ سعرها من أول 80 جنيه و90 جنيه و100 جنيه، والكبيرة منها 120 جنيه، تمام. جليتر ليهم بيج على الفيسبوك هحطه لكم، وهم زي ما انا قلت لكم بيبيعوا اونلاين. وطبعا هم مواعيدهم من الساعة 11 10 صباحا لحد الساعة 10 مساء كل يوم في كل الفروع. مواعيدهم من 10 صباحا لحد 10 مساء كل يوم. طيب العروض ديت او التخفيضات دي او حاجتهم الجميلة دي موجودة لحد امتى؟ لحد نفاذ الكمية، والكميات متوفرة الحمد لله، يعني هم عندهم كميات جميلة جدا وحلوة جدا ومتوفرة. الدور الأول يا جماعة بوابة 6 من مول سيتي ستارز، للي هيروح الفرع اللي أنا بصور فيه ده. الفرع اللي أنا بصور فيه ده كان في مول سيتي ستار في القاهرة، في مدينة نصر، في مكرم عبيد. الناس اللي هتروح يا جماعة هم في الدور الأول عند بوابة 6. هقول الاسعار تاني عشان اللي ما خدش باله ياخد باله، وما لاقيش حد طالع لي يسالني على الاسعار وكنت بتصوري فين والمواعيد ايه، اللي انا طبعا كل ده مجاوبه عليها في قلب الفيديو. يا ريت يا جماعه، انا مش بشرح طريقه البتنجان المسلوق والله، انا بشرح المكان بتفاصيله، فيا ريت بعد اذنكم ركزوا معايا، والناس اللي صايمه تتفرج بعد الفطار والتحليه ان شاء الله. بصوا يا جماعه، السليبر بيبدأ اللي هو الشباشب بتبدأ من 100 جنيه لحد 220 جنيه. الشوزات بتبدأ من 150 جنيه لحد 225 جنيه أي شوز. الشنط بتبدأ من 100 جنيه لحد 250 جنيه. الاسكارفات بتبدأ من 125 جنيه لحد 225 جنيه. المحفظة بتبدأ سعرها من 80 جنيه و90 جنيه و100 جنيه، الكبيرة خالص أعلى حاجة سعر 120 جنيه خالص، تمام. المواعيد من 10 الصبح 10 مساء كل يوم. أحط البيج على اللينك، على طبعا الكومنت المثبت وعلى الديسكريبشن في صندوق الوصف يعني.
تمام، مشاهدة ممتعة بقى، واسيبكم مع باقي الفيديو تكملوه. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس والشير يا جماعة، كتير كتير كتير، عشان كل الناس تستفيد وكل البنات تستفيد من العروض. وكل سنة وانتم طيبين. كانت معاكم نور، صاحبة قناة فيها حاجة حلوة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.